أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، والتي سنناقش فيها إمكانية ومحددات العودة إلى المشاورات السياسية بعد بيان مجلس الأمن الداعي لعودتها. بيان جديد يطلقه مجلس الأمن للأطراف اليمنية للعودة إلى المسار السياسي دون قيد أو شرط. البيان وإن بدأ من صيغته بأنه شديد اللهجة إلا أنه لا يختلف عن سابقيه كما يقول مراقبون. الفارق الوحيد والواضح أنه قفز على الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الميليشيا والتي اعتبرها عرقلة لمسار التسوية السياسية. أما عن التوقيت فيتحدث البعض أن صدور البيان يأتي دعما لجهود المبعوث الأممي التي يبذلها هذه الأيام لإقناع الأطراف بالعودة إلى استئناف المشاورات. إذن فشلت كل محاولات الميليشيا التي تريد من خلالها وضع العربة قبل الحصان، ولا خيار أمامها باستثناء الحل العسكري إلا العودة إلى المشاورات وفق المرجعيات التي سبق وأن حددها قرار مجلس الأمن الدولي 22/16. ليبقى السؤال القديم المتجدد يتمحور حول إمكانية الفشل والنجاح والجدوى من العودة إلى المشاورات، وهذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من محورين: الأول، ما إمكانية العودة إلى المسار السياسي وما هي محدداته؟ أما الثاني فيناقش هل سيكون هذا المسار مجديا هذه المرة أم أنها ستكون استمرارا لمناورة الميليشيا في تضييع الوقت وتسويق الوهم؟ قبل البدء في المناقشة مع ضيوفنا الكرام الذين سينضمون إلينا، نشاهد وإياكم هذا التقرير الذي أعده الزميل كمال حيدر. بدون شروط مسبقة وبحسن نية يجب أن تعود مشاورات السلام اليمنية، هكذا قرر مجلس الأمن في بيانه الأخير. البيان شدد أيضا على أن تكون المقترحات الأخيرة للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد هي أساس الاتفاق الذي يجب أن يغطي القضايا الأمنية والسياسية، رافضا كل الإجراءات الأحادية التي تعرقل مسار التسوية، في إشارة إلى المجلس السياسي الذي شكله تحالف الانقلابيين في صنعاء قبل أسابيع. يأتي هذا في حين يواصل المبعوث الأممي مشاوراته مع الأطراف ذات العلاقة بالأزمة اليمنية للبحث عن دعم للجولة القادمة من المشاورات التي كان يفترض أن تنطلق قبل أيام، لكنها لا تزال تبحث عن محفزات أفتقدتها مع بلوغ جولة الكويت نهايتها دون التوصل إلى اتفاق بعد 3 أشهر من المباحثات. دعوة مجلس الأمن وتحركات المبعوث الأممي لا تزال تصطدم بتعنت الميليشيا الرافضة لكل المقترحات المطروحة على طاولة الحل، وسعيها الدائم إلى حرف مسار المحادثات نحو قضايا تجعل الحل يبدو أبعد في كل مرة. هذه المرة تبدو قضية المجلس السياسي قضية محورية في نقاشات استئناف المشاورات، ففي حين تحاول الميليشيا جعل المجلس يبدو حقيقة واقعة سعيا وراء مقايضة تسمح لها بتمرير أفكارها ورؤيتها للحل، تصر الحكومة على اعتبار هذا المجلس غير موجود ولا يمكن العودة إلى طاولة واحدة مع الميليشيا قبل حله. ومع تصاعد المواجهات على الأرض تبدو مهمة مجلس الأمن والمبعوث الأممي هذه المرة أصعب من أي وقت مضى، فتقدم قوات الجيش والمقاومة على أكثر من جبهة وعودة المواجهات العنيفة إلى الحدود تعني أن المسار السياسي بحاجة إلى معجزة حقيقية للعودة، فيما يبقى الحديث عن الحل مؤجلا أو سابقا لأوانه. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن من الرياض الدكتور نجيب غلاب الباحث والمحلل السياسي. دكتور نجيب، في البدء ما هي إمكانية العودة للمشاورات خاصة بعد بيان مجلس الأمن الأخير؟ هناك ضغوط دولية واضحة فيما يخص مسألة العودة إلى المشاورات، لكن ما يجري في الميدان لا ينبي عن عودة سريعة لهذه المشاورات، يعني أغلب الجبهات اليوم مشتعلة في صرواح وفي ميدي وفي تعز وفي أكثر من مكان، وبالتالي مسألة العودة إلى طاولة المشاورات ممكن أن تعود، لكن مسألة وقف أطلاق النار أنا أعتقد أنه في شك في هذه المسألة أن تحدث، لأنه بيان مجلس الأمن هو ركز على تفعيل يعني ما تم الاتفاق عليه في 10 إبريل، لكن لم ينفذ هذا الاتفاق أو اللي هي التهدئة خلال فترة المشاورات في الكويت في مرحلة الكويت، باستثناء الطيران يعني توقف لفترات يعني محدودة، لكن اليوم وحتى جبهات الحدود مشتعلة، وبالتالي أنا حسب تصوري أنه تفعيل طاولة المشاورات يبدو لي على المدى القريب سيكون صعبا. يعني باعتقادك أن يعني مع وجود هذه الضغوط التي تحدث عنها
بإمكان الحكومة اليمنية أن تقول أنه ليس هناك من مجال العودة إلى هذه المفاوضات إلا بقبول واضح من قبل الميليشيا بالمرجعيات والاتفاق الذي تم طرحه، وكذلك يعني وفقا للتقدمات العسكرية التي تجري على الأرض؟ التقدمات العسكرية هي الأهم اليوم في مسألة قبول الأطراف الانقلاب يعني للحل السياسي، لكن رؤية الحكومة واضحة وهي متطابقة مع الرؤية الأممية، لا يوجد هناك تناقض. حتى مبادرة كيري التي يتم الحديث عنها لم يتم طرحها بشكل رسمي، وكل ما طرح هي عبارة عن تسريبات، لكن كان بالإمكان قياس هذه المبادرة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جدة بعد اللقاء جدة، يعني كان الأمر واضح، يعني لا يوجد فرق جوهري، ولا يعني هناك حالة تطابق ما بين هذه المبادرة. ربما ظهور فكرة الطرف الثالث الذي سيستلم السلاح، يعني هذه كانت إحدى الاعتراضات التي وضعتها الحركة الحوثية ومؤتمر صالح لمن يتم تسليم السلاح، فربما يكون هذا الطرف الثالث، لكن هذا الطرف الثالث لن يكون من خارج الجيش اليمني، ربما ضباط ضباط عسكريين وأمنيين، وهناك ما يعني يتم تدريب بعض هؤلاء الضباط في الفترات السابقة ويكونوا خارج الصراع، لكن سيكون هناك إشراف أممي وأيضا إقليمي فيما يخص مسألة تسليم السلاح. الأهم من كل ذلك هي فكرة الضمانات التي ما زال صالح والحوثي يبحثوا عنها، وأعتقد أن الحرب ستستمر وسيستمروا في عنادهم وقمارهم ما لم يحصلوا على هذه الضمانات. هذه الضمانات هي فكرة العقوبات، يريدوا أن يزيلوا فكرة العقوبات. الشرعية ترى أن إزالة هذه العقوبات ليس إلا يعني تفكيك كامل لمقررات مجلس الأمن، وهذه مسألة لا يتم تداولها في الإعلام ولا يتم حتى تداولها بشكل مباشر من قبل للمنظومة الدولية والإقليمية، ولا حتى من يعني لا تطرحها حتى الحركة الحوثية بشكل واضح، تطرح عبر مقابلات معينة، عبر لقاءات يعني غير معلنة أو خلف الكواليس. طيب برأيك هل تمثل هذه ثابتة لدى يعني أو محدد ثابت أو ثوابت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن موضوع العقوبات؟ ما واضح من البيان يعني البيان اللي يعني أصدر من قبل مجلس الأمن، وأيضا إحاطة ولد الشيخ السابقة بعد مؤتمر جدة، يعني كانت الأمور واضحة، تم ذكر كل قرارات مجلس الأمن في ذلك يعني القرارات والبيانات التي تؤكد على استمرار العقوبات واستمرار اليمن تحت البند السابع، لأن هذه بالنسبة للمنظومة الدولية والإقليمية وحتى للشرعية تعتبر ضمانات أساسية، لا يكون اليوم إلغائها قبل أن يكون هناك يعني حالة تطبيع كامل لعملية الانتقال السياسي، لكن إلغائها بشكل مسبق لا يمكن ضمان يعني ضمان أطراف الانقلاب، يعني ربما ينقلبوا على أي اتفاق بشكل لاحق. الشيء الأهم أنه قرارات مجلس الأمن ليست لعبة أو قانون محلي، يعني ممكن مجلس نواب يجتمع ويلغي. المسألة معقدة أكثر مما يتصور أطراف الانقلاب، هذه القرارات يعني متوافق عليها دوليا وإقليميا، ولا يمكن الحديث عن أي إلغاء لها، بالإمكان مراجعتها في فترات سابقة في حالة كان هناك حسنية وتم إنهاء الانقلاب بشكل كامل، مشيت العملية السياسية وفق يعني ما هو متفق عليه، لأنه الآن أي مناقشة لهذا الموضوع أنا أعتبر أنه غير مجدي. الطرف الانقلابي بالنسبة لهذا موضوع جوهري وأساسي، ما يمكن أبدا يعني حسب ما أتابع يعني أطروحاتهم أنه لا يمكن الذهاب إلى طاولة المشاورات إلا وهم أيضا يريدوا ضمانات كاملة بما في ذلك مستقبلهم السياسي، بما في ذلك صالح وعائلته، وأيضا مستقبل الحوثية وكيف يتم التعامل معها في الفترة القادمة في حالة حصل حل سياسي. وبالتالي هناك تعقيدات كبيرة، هذه كل هذه التعقيدات تقول بشكل واضح أنه العمليات العسكرية قد تستمر وربما تطول. إشكالية الانقلاب اليوم
يعني مركزة مش في المسألة العسكرية، لأنهم قد بنوا قواعد يعني قواعد من الصد وقواعد دفاعية متعددة ويستخدموا حرب الميليشيات، ولم يعودوا مهتما بفكرة استمرارية الدولة. يعني فكرة الحرب حتى لو أدى الأمر إلى انهيار الدولة بشكل كامل لم تعد إشكالية لديهم حسب تصوراتهم إذا لم يحصلوا على هذه الضمانات، وبالتالي هم يديروا حرب انتحارية عدمية. لكن الإشكالية اللي يواجهها اليوم هي المسألة الاقتصادية. المسألة الاقتصادية ستقود إلى انهيار للدولة، انهيار البنك المركزي، إفلاس كامل يعني للدولة، وهذا سيؤدي إلى انهيارات متلاحقة في البنوك الأخرى وفي القطاع الخاص. الحكومة اليوم مطلوب منها أن يعني تفكر ببدائل في حالة حصل إفلاس، لابد أن يكون عندها بديل حتى تكون العملية العسكرية قادرة على العمل في الفترات القادمة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور نجيب. ينضم إلينا لمزيد من إثراء النقاش المحلل السياسي الأستاذ رشاد الشرعبي. سيد رشاد، برأيك من وجهة نظر الحكومة، هل ستكتفي بدعوة مجلس الأمن للعودة أم أنها ستطلب يعني ستطالب إجراءات معينة وضمانات أكثر للخوض في أي مشاورات ممكنة مستقبلا؟ مساء الخير أخي العزيز عليك وعلى ضيفك الكريم الدكتور نجيب غلاب. أنا لست متحدثا باسم الحكومة حتى نتحدث عنها، لكن يفترض أن الحكومة لا تعود إلى هذه المشاورات إلا بعد أن يبدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الراعية 18 حسن نوايا تجاه قرار مجلس الأمن 2216. يعني اليوم عام ونصف منذ صدور القرار والذي اشترط تنفيذه خلال 10 أيام، وهو يخضع اليمن تحت البند السابع، وفي الأخير مجلس الأمن يدعو الأطراف المتنازعة إلى استئناف المشاورات. نحن لا نعلم ما سبب إصراره على المشاورات، فيما أن المشاورات هذه هي حلقة مفرغة لن تنتهي، ولم تصل اليمن إلى أي حل سياسي أو إلى حل سلمي يحقن دماء اليمنيين ويوقف نزيف الدماء ويعيد لليمن أمنه واستقراره ووحده. اليمن يعيش وضع استثنائي ومأساوي للغاية، فيما أن المجتمع الدولي على استمرار هذه المشاورات. هو لم يتخذ أي إجراءات إزاء الانقلابيين الذين أعلن عنهم في قرار رسمي أنهم مجرد انقلابيين وأنهم متمردين على الشرعية، لكنه لم يتخذ ضدهم أي عقوبات كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الذي صدر 2216. يفترض أن تكون هناك إجراءات عملية من قبل المجتمع الدولي والمجلس، خاصة بعد أن شهدت المشاورة السابقة تقديم رؤية من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وأعلنت الحكومة رضوخها لهذه رغم أنها تراجع عن قرار مجلس الأمن 2216 الذي يؤكد على 5 نقاط محددة. ثم هناك رؤية تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي في جدة، وهذه الرؤية أيضا أبدت الحكومة اليمنية حسن نيتها وأعلنت أنها ترحب بها، وإلا أن الطرف الآخر ما زال متعنتا ورفض حتى الجلوس مع المبعوث الأممي في مسقط إلا بعد ضغوط من قبل سلطنة عمان. لذلك لابد أن يكون هناك موقف من المجتمع الدولي واضح وصريح وبين، أما أن يستمر الدعوة للمشاورات لمجرد المشاورات فهذا هو مجرد لعب على القضايا واستمرار الحلقة المفرغة التي تدور فيها الأزمة اليمنية والتي لن تصل إلى حل والتي لن توقف نزيف دماء اليمنيين. اليوم اليمنيين تسفك دماءهم وتنزف في كل مكان، فيما أن المجتمع الدولي يكتفي بدعوات الأطراف المتصارعة لاستئناف المشاورات التي لا طائل منها ولا فائدة منها. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ رشاد وكذلك الدكتور نجيب. ينضم إلينا الآن من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد ياسر الحسني. أستاذ ياسر، يعني مع صدور بيان مجلس الأمن هناك تحركات للمبعوث الأممي بشأن استئناف المشاورات، كيف يبدو موقف الحكومة من الداخل السياسي تجاه هذه الجهود وتجاه أنها تطالب بالعمل وفق منهجية الدولة وليس كما يطالب من الحوثيين العمل في نهاية المطاف؟ تحية لك وتحية لضيفك
الموقف الحكومي كما يبدو من خلال ما نتابع أن الوقت الحكومي أو الحكومة اليمنية ترحب بأي مبادرة أو أي يعني خطوة من المجتمع الدولي أو الدول الفاعلة في المنطقة ل يعني صناعة السلام في اليمن أو التسوية السياسية بناء على المرجعيات المتفق عليها ابتداء بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2016. وهذه المرجعيات الواضحة والأساسية الحكومة الشرعية ترحب بأي مبادرة يعني تقضي بالحالة السياسية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ويعني إنهاء الانقلاب الذي تسبب بها الفوضى ودمار لليمن. الحكومة الشرعية تعمل على خطين متوازيين، تبدأ بالمسار العسكري والمسار السياسي. هذه المرة يعني تتعاطى بإيجابية مع كل ما يعلم للمجتمع الدولي في الجانب السياسي وتدعم بقوة الجانب العسكري الذي يحقق إنجازات كبيرة وعظيمة اليوم في مهم وفي ميدي وفي تعز وفي البيضاء وفي صرواح وفي كثير من الجبهات التي تتقدم بشكل إيجابي واستراتيجي. يعني أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية استفادت من الدروس السابقة فأصبحت اليوم تمضي بمسارين متوازيين ترحب بأي خطوة من المجتمع الدولي أو من الدول الفاعلة بما يخص التصفية السياسية وتدعم بقوة المسار العسكري الذي حقق إنجازات كبيرة. طيب ما هي المطالب التي تطرحها الحكومة للعودة إلى طاولة المشاورات؟ بالتأكيد الحكومة الشرعية يعني شروطها معروفة، هو التزام الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية، يعني تنفيذ مخرجات ما تم الاتفاق عليه، الرؤية الأممية التي وضعت على طاولة المشاورات. الحكومة الشرعية قبلت هذه الرؤية للحل في اليمن رغم تحطمها على كثير من النقاط، والطرف الآخر لم يوافق على هذه الخطوات على هذه المسودة الاقتراح أو الحل المقترح وبدأ بخطوات أحادية على أرض الواقع. الحكومة الشرعية تريد من المجتمع الدولي أن يلزم هذه الجماعة المتمردة على قرارات الشرعية الدولية لتنفيذ تعهداتها على المجتمع الدولي بخطوات عملية وجادة على الأرض، أولا بإلغاء ما يسمى بالمجلس السياسي وإلغاء اللجان الثورية وتنفيذ كل ما تم الالتزام به في جولات المشاورة ابتداء من جنيف وصولا حتى الكويت. أما العودة إلى طاولة المشاورات دون تحقيق أي خطوات تذكر على الأرض فأعتقد أن الحكومة الشرعية لن تقبل بأي عودة لجلسات المشاورات. طبعا الميليشيا الانقلابية لم تقم بخطوات جدية وتؤكد حسن نواياها، حتى اللحظة هي لم تقم بأي بادرة لحسن نواياها بل تقوم بخطوات معاكسة لخطوات السلام وتنتبع عملية السلام حسب ما تقول الأمم المتحدة وكبرى الدول 18 والدول الخليج وكل دول المنطقة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ ياسر، أعود إلى دكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، تفضلت قبل قليل بالحديث أن هناك مسار عسكري ربما يغلب على الحلول بالنسبة للحكومة في هذه الأيام أو على الشرعية بشكل عام. في هكذا حال ووفقا لهذه الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الانقلابيون، ما هو المطروح أمام الأمم المتحدة أمام إسماعيل ولد الشيخ لعمله خلال الأيام المقبلة لمحاولة إقناع الطرفين للدخول في مشاورات جديدة؟ هو يحاول أن يمارس نوع من الضغوط من خلال الدول الراعية للمبادرة، دول الـ 18 باتجاه يعني الدفع إلى المشاورات. لكن القضية ليست متعلقة بالحكومة الشرعية كما ذكر الأستاذ ياسر. الحكومة الشرعية تبدي استعداد كامل للمشاورات وشروطها يعني مطروحة، لكن هناك حديث اليوم عن يعني عقد هذه الطاولة بدون أي شروط مسبقة من قبل أي طرف، وهذه مسألة يعني فيها مخاطرة كبيرة، ليس فقط حتى من الحكومة الشرعية ترى مخاطرة والانقلاب أيضا يرى فيها مخاطرة. لكن بالأخير الضغوط الدولية ربما تقود إلى حالة من المشاورات، لكنهم يريدوها في الفترة القادمة مشاورات قصيرة وحاسمة، بمعنى أنه اليوم لابد من التواصل مع كل الأطراف لحسم كل قضايا الخلاف بحيث أنه أي مشاورات تعقد تكون سريعة وحاسمة. بالنسبة للحكومة الشرعية أنا أعتقد أنه مطلوب منها أن تركز على المسار العسكري لأنه أهم مسار اليوم
في الميدان، ثم المسار تطبيع الأوضاع بما في ذلك ترتيب المسألة الاقتصادية، لأنه صنعاء لم تعد مهتمة بهذا الجانب، ربما يحصل انهيار كامل للبنك المركزي، وتركز بشكل على المسار السياسي وفق ما هو يعني وفق رؤيتها. لكن أنا حسب تصوري أنه الأوضاع ما زالت معقدة كثير في اليمن، والمسائل الحساسة التي ما زال هناك اختلاف عليها لا يتم تناولها نهائيا، لا من قبل ولد الشيخ ولا من الدول الراعية ولا من الشرعية ولا حتى أطراف الانقلاب واضحين في طرحهم للرأي العام ماذا يريدوا بالضبط. هذا الأمور أنا أعتقد أني بحاجة أنه لتطوير طاولة المشاورات. الطاولة الحالية لن تصل إلى حل حتى لو عقدت، وبالتالي هناك لابد من عقد صفقات أخرى، صفقات بين القوى الشرعية وقوى الانقلاب، وصفقات أيضا ما بين الانقلابيين وبعض الأطراف الدولية، بحيث أنه يعني أما أنه يستمروا في مسألة يعني استمرار العقوبات أو أعطاهم وعود ما أيا كانت طبيعة هذه الوعود لضمانات معينة إذا كانوا مصرين على فكرة الحل السياسي كما هو مطروح وفق تصريحات الدول الراعية يعني دول الراعية للمبادرة الخليجية، هذا المسائل أنا أعتقد أنه لا يتم مناقشتها، ومناقشتها ربما يفكك مسائل كثيرة. إذا لم تناقش أنا أعتقد أن العمليات العسكرية ستستمر ولن نصل إلى حل سياسي، وبالتالي ننتظر غلبة يعني الطرف الشرعي باعتباره هو الطرف الأقوى اليوم في الميدان، وهو الطرف اللي يملك الشرعية والحق ويعني ولديه دعم دولي وإقليمي، بعكس الأطراف الإنقلابية هي في حالة انهيار وضعيفة ووصلت إلى القاع، لكن هي تراهن على مسألة نشر الفوضى والاضطرابات. مفهوم. يعني في أغلب المناطق بالذات التي ما زالت تحت سيطرتها، وستتحول إلى ميليشيات لإدارة الفوضى ليس إلا، وهذا أيضا يسبب إعاقة فيما يخص مسألة بناء الدولة المستقبلية، وسيطول الصراع داخل اليمن. نعم دكتور. وبالذات أنه ما فيش سياسات واضحة فيما يخص تطبيع الأوضاع وبالذات في المناطق المحررة. إذن أشكرك الباحث والمحلل السياسي دكتور نجيب غلاب، وأعود إلى السيد رشاد الشرعبي. أستاذ رشاد، يعني لربما تتفق مع الدكتور نجيب في ضرورة أن تركز الحكومة أكثر على المسار العسكري، خصوصا مع ضبابية هذه المسارات السياسية في هذه الآونة، لكن هناك ملفات لربما لم تستطع الحكومة إدارتها بشكل جيد، سواء ملف المناطق المحررة أو كذلك ملف لربما تلبية الحاجة الاقتصادية للناس سواء في الأماكن المحررة أو في أماكن غير المحررة. هذا الوضع الاقتصادي أتحدث، كيف سيساهم في حل حالة الأوضاع السياسية بشكل أكبر في الأيام المقبلة، خصوصا وأن البلاد مقبلة على وضع يعني غير أو هش إن صح التعبير؟ نعم أخي العزيز، أنا أتفق مع الدكتور نجيب كثيرا، لكن بداية أريد أن أؤكد على موضوع مهم، وهو أن الحكومة في ذهابها للمشاورات هي مجبرة وليست مختارة، هي ستقبل بالمشاركة بالمشاورات مهما كان، لأن الضغوط عليها شديدة وكبيرة جدا، الضغوط من قبل المجتمع الدولي، من قبل أمريكا وروسيا، من قبل الأشقاء في دول الخليج، هذه الضغوط ستجبرها على المشاركة ولن يكون هناك أي ضمانات كالعادة. هل هناك ضغوط شعبية؟ وتحدثت كثيرا عن ضمانات في أكثر من مرة ولم تحصل على تلك الضمانات، وستعود المشاورات مجبرة وليست مخيرة. فيما يتعلق بما تحدث به الدكتور نجيب، فأنا أتفق معه تماما أن على الحكومة أولا أن تهتم بالحسم العسكري، وأنه ليس هناك أي خيار إلا الحسم العسكري، وهو الخيار الوحيد الذي سيجعل المجتمع الدولي اليوم الذي يراوغ يعترف بقوة من هو على الميدان، وسيخضع لها وسيعترف بها وسيتعامل
معها. هو اليوم يتحدث عن شرعية لكنه وأصدر قرارات تؤيد وتدعم هذه الشرعية، لكنه متواطئ ويبدو أنه يعترف بقوات بسلاح القوة الموجود على الميدان ومن يسيطرون على عاصمة صنعاء ومؤسسة الدولة. ولذلك لابد من التحرك ودعم للحسم العسكري في مختلف الجبهات، في نهم وفي ميدي وفي حرب وفي صرواح وفي تعز وفي البيضاء، حتى يتم تحرير العاصمة صنعاء وعمران وصعدة مهما كانت الفوضى التي ستعقب ذلك من قبل هذه الميليشيا. لكن لابد من تحرير عاصمة الدولة ومؤسسات الدولة وإعادتها إلى حضن الدولة، والمجتمع الدولي في الأخير هو الذي سيرضخ لمن هو في الميدان. الحكومة لم تقدم نموذج جيد في إدارة المناطق المحررة، في خاصة في عدن وفي المحافظات الجنوبية، لم تقدم أي نموذج جيد حتى تطمن الناس. هي كررت نفسها، نتمنى أن تتلافى ذلك وتتداركه خلال الفترة الأخيرة. ما يحدث في عدن هو مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة معنا من تصفية وإقصاء ومنع للمواطنين من دخول المدينة وإقصاء أبناء المحافظات الجنوبية أنفسهم، وهذا يدل على أن الإدارة في طيب هذه المحافظات إدارتية. نعم. هذه الأوضاع وكذلك يعني المزاج الشعبي العام، هل سيضغط على الحكومة كذلك النخب السياسية التي يعني تؤيد فكرة الشرعية، هل ستضغط على الحكومة نحو المسار السياسي أم لا؟ بعجالة إذا سمحت. نعم، النخب السياسي، الحل السياسي أنا أؤكد لك من الآن أنه لن يكون، ولم يكون إلا من خلال حسم عسكري. لابد لأي عملية عسكرية أن يكون هناك حلا سياسيا في الأخير. ستكون هناك عملية سياسية تعقب الحسم العسكري، لكن أن الحل السياسي سيسبق العملية العسكرية وتتوقف العملية العسكرية، أنا أؤكد لك أن ذلك لن يحدث أبدا، لأن هذه الجماعة وصلت إلى السلطة بقوة السلاح، ولن تترك السلطة ولن تترك السلاح إلا بسلاح آخر يدفعها ويذهب بها بعيدا عن السيطرة التي قامت بها. ولذلك لابد من الحسم العسكري والتركيز على الحسم العسكري. والأمر الثاني هو ما يتعلق بالاقتصاد، والأمر الثالث هو ما يتعلق بالإدارة الجيدة للمناطق المحررة سواء في المحافظات الجنوبية أو في تعز أو في مأرب والجوف، وإن شاء الله صنعاء قريبا. أشكرك المحلل السياسي الأستاذ رشاد الشرعبي، كنت معنا عبر الهاتف. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حلقة اليوم من زوايا الحدث. أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة، وتحية الطاقم الفني للبرنامج. إلى حين نلتقي، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.